شكرا شكرا سي حبيب، شكرا لقناة فاز سبور الإلكترونية. طبقا للمادة 18 من القانون الأساسي للجمعية الرياضية مدينة مرتين كرة القدم الشاطئية، التأم المكتب مجموعة من المخرطين غيرين اليوم لعقد الجام العام العادي، ثم بعد ذلك الغير العادي اللي من خلاله تم يعني القراءة التقريرين الأدبي والمالي، بعد ذلك تمت المصادقة عليهما بالإجماع. بعد ذلك انتقلنا للجام العام الغير العادي والذي توج بانتخاب مكتب جديد برئاسة ياسين الشلال. طبعا احنا كمكتب سابق قدمنا الحصيلة، حصيلة كانت مشرفة للغاية بالنسبة لنا ونفتخر أي افتخار بها. الجام العام جاء بعد إجراء موسمين، الموسم الأول اللي توجنا به احنا في سيدي رحال، كان النسخة الأولى ديال كرة البطولة، النسخة الأولى ديال كرة القدم الشاطئية، والحمد لله لنا كامل الشرف أننا نحصلوا على أول بطولة وطنية لكرة القدم الشاطئية في النسخة الأولى. البطولة الجهوية كذلك. والجهوية لأن باش نلعب البطولة الوطنية ضروري تمر من الإقصائيات الجهوية. توجوا بها. والشطر الشمال خدينا يعني البطولة الجهوية، بعد ذلك بطولة الشمال، بعد ذلك لعبنا ديك البلاي اوف اللي كان تقام في سيدي رحال. طبعا النسخة الثانية كانت مغايرة للنسخة الأولى وتلعبت في خمسة ديال المحطات، عانينا من واحد النقص في الموارد البشرية، مجموعة اللعابة اللي غادرونا كنشكروهم لأنهم ساهموا معنا في الحصول على النسخة الأولى. كانت واحد مرحلة البناء، وكان قاب قوسين تعادوا البلاي اوف حتى تورطوا بالرابعة وشرفتوا المدينة وتورطوا بالرابعة. نعم لعبناها، بدينا بداية متعثرة ولكن بفضل المجهودات المدرب واجتهاد اللعابة استطعنا أننا نتداركوا، ولغاية المرحلة الأخيرة في السعيدية كان لازال المستقبل ديالنا معلق، كان أمل كان ممكن أننا دون الدخول في الحسابات كنا ممكن نلعبوا البلاي اوف. نهاية المطاف نقول أن النسخة الثانية كانت مشرفة بالنسبة لنا، وإحنا في طور بناء يعني فريق جديد بنفس جديد بمكتب جديد، كنتمنى إن شاء الله المزيد من التألق ومزيد من النجاحات باش نمثلوا مرتين اللي هي رائدة في كرة القدم الشاطئية، نمثلوها أحسن تمثيل في هذه الرياضة. وشكرا مرة أخرى على الاستضافة وعلى التغطية ديالكم ووكابة ديالكم مثل هذه الأنشطة وهذه الجمعة العامة اللي كت يعني احنا الحمد لله هي مناسبة شرط نسيت من مباركشي للصقر أكادير التتويج ديالهم بالنسخة الثانية مؤخرا وفي شاطئ المحمدية، ونأمل إن شاء الله أننا نعود بنفس جديد بقوة جديدة من أجل المنافسة والدفاع على اللقب في النسخة الثالثة إن شاء الله. فريق جمهورية استطاع يطعم المنتخب الوطني مؤخرا بأحد لاعبيه بالمدينة مراد يوسف. بطبيعة الحال هو هذا إنجاز، بطبيعة الحال كان أنور العباسي، كان محمد شرها، كان إبراهيم السقلي، كان عدنان أبحري اللي مازال الآن هو أنور العباسي، وأخيرا تمت المنادات على عميد الفريق اللي هو مراد يوسف. باقي ان شاء الله الخير ماجي، باقي كاين اعين ترصد مجموعه من اللاعبين دون ذاك الاسم عاليهم الاجتهاد، وان شاء الله الناخب الوطني الحاج عمر سلا يعني يراقب وكيبذل مجهود من اجل تطوير هذه اللعبه، وحنا كنأملوا واحد حاجه وان الشفافية والمصداقية كاينة في هذا الإطار اللي كاين عندنا دابا على رأس كرة القدم الشاطئية في المغرب اللي اشتا إن شاء الله يوصل، ونحن بدورنا احنا من الموقع ديالنا غنأزروا وغنسندوا اللعابة باش يمشيو يمثلوا المغرب. وشكرا. شكرا أمين أبو الرحاء الرئيس السابق لفريق الجمعية الرياضية لكرة القدم الشاطئية.